وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وبإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه. وفي اجتماع آخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجلسي إدارة شركة النصر للكيماويات PIL الوسيطة وشركة الضمادات الطبية، اطلع الرئيس السيسي على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة وإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، إجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنتي الامتياز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكانة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكانة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي. كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، كذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجها سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات. كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنات وحوكمة منظومة الجمارك، فضلا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجها سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية. وقد اطلع السيد الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع الضمادات الطبية عالية الجودة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الكندية ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج. كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية العريقة في هذا الإطار. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بهذا المشروع المهم، وذلك باعتباره إضافة جديدة لمنظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، والتي تعد من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، بما يساعد في تلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر.